طيب الخبر الأبرز والأهم خلال هذه اللحظات، أخيرا تم الإعلان عن اسم المدير الفني المنتخب مصر الأول بعد إيه؟ بعد شهرين من إقالة مستر أجيري. شهرين ده عدد كبير قوي صراحة. يعني مين بقى؟ الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر، والإعلان تم من حوالي ساعة لربع قبل دلوقتي. الكلام كان كتير جدا خلال الفترة اللي فاتت. كواليس تعيين الكابتن حسام البدري كواليس مختلفة. خلينا نقول لحضراتكم اللي حصل بالظبط. بالتحديد من شهر ونص بالظبط تم إبلاغ الكابتن حسام البدري إنه هيكون المدير الفني منتخب مصر. والكابتن حسام هيأ نفسه على الموضوع ده لدرجة إن هو اتكلم مع المقربين ليه جدا وقال لهم يا جماعة أنا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وأنا دلوقتي بشكل الجهاز المعاون. بعديها بشوية الفكرة اتغيرت عند اللجنة الخماسية. اللجنة الخماسية فكرت في إيه؟ قالت الكابتن حسام البدري كان ليه تجربة قبل كده مع المنتخب الأولمبي وكان معاه مجموعة مميزة جدا من اللاعبين، فبالتالي مش شرط إن هو ينجح. زي ما منجحش مع المنتخب الأولمبي مش هينجح مع منتخب مصر. طب يا جماعة الخيارات تكون مين؟ تم عرض الخيارات اللي بتتمثل في الخمس أسماء بخلاف الكابتن حسام البدري، أربعة اللي تم الحديث عنهم خلال الفترة الكتيرة قوي اللي فاتت، اللي هم الكابتن أحمد حسام ميدو، كابتن إيهاب جلال، كابتن حسام حسن، والكابتن الكبير كابتن حسن شحاتة. طب مين الأنسب في دول؟ بعض الأصوات، هم في الحقيقة خمسة بس يعني. واحد كان ضد، واحد من اللجنة الخمسية كان ضد تعيين الكابتن حسام بدري يعني بشكل كبير جدا. قال لك مش هيحصل، مش عايزه يجي. البعض الآخر قال لك خلاص يا جماعة احنا خلينا في السيف سايد كده من الآخر تمام، ونجيب إيه؟ كابتن حسن شحاتة. عليه إجماع إعلامي جماهيري كلام من ده، خلاص نجيبه هو إيه اللي يتولى المسؤولين. البعض الآخر قال لك لا، كابتن حسن شحاتة بقى له فترة ما بيدربش، فنجح قبل كده بس نجاحه مرة تانية غير مضمون وهتبقى مشكلة. ده معناه إن مفيش كوادر في مصر؟ لا، فيه. خلاص نلجأ لمين؟ للكابتن إيهاب جلال. تم التفاوض مع الكابتن إيهاب جلال وتم الحديث معه على إنه هيكون هو خلاص المدير الفني لمنتخب مصر. بالتالي كابتن حسام البدري لما لقى ان الدنيا اتغيرت كده خلاص، الراجل قال انا كده مش مدير فني منتخب مصر، وسافر بره عند اسرته في كندا ونسي الموضوع يعني. تمام. الكواليس اللي حصلت في الساعات الاخيره ايه؟ او في الايام القليله اللي فاتت، ان كان تم الاستقرار على الكابتن ايهاب جلال هو المدير الفني منتخب مصر. الكابتن ايهاب جلال كان مصمم كل التصميم انه يجي بالناس اللي هو عايزها، اللي من وجهه نظره شايف ان دول هم اللي هيساعدوه، هم اللي هينجحوه زي ما نجح في اكتر من نادي في مصر. في المقابل كان في اتجاهات ان يبقى في بعض الاسماء اللي يتم اقحامها في جهاز الفني المعاون للكابتن ايهاب جلال. فكابتن ايهاب جلال كان رفضه قاطع، ما فيش نقاش، هو يا جماعه كده انا هاجي. انا طبعا مبسوط وشرف ان انا ابقى موجود في منتخب مصر كمدير فني، دي حاجه كبيره جدا طبعا، دي في الحقيقه يعني ده شيء واقع، لكن في كل الاحوال انا عايز الناس اللي انا شايفهم هيساعدوني. طب من هنا لهنا لهنا؟ لا، كابتن ايهاب جلال رفض تماما. طيب تم استطلاع راي كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن ما كانش عنده اي مشكله انه يكون موجود، عايز بس ابراهيم حسن اخوه يكون معاه في الجهاز الفني، هو طبعا مدير كره في كل الاجهزه الفنيه لكابتن حسام حسن، وكان الموضوع ماشي في هذا الاتجاه. طيب تم تغيير راي مره كمان ليه؟ لان بعض الاعضاء في اللجنه الخماسيه قال لك لا، كابتن حسام حسن يعني بيعيبه ان هو عصبي زياده، واحنا مش عايزين مشاكل الفتره الجايه، احنا عايزين الدنيا تبقى هاديه والمدير الفني يكون جيد ومناسب للفتره اللي جايه منتخب مصر، واحنا مقبلين في الحقيقه على بعض التحديات المهمه يعني. طيب يا جماعه نعمل ايه؟ قال لك ما فيش بقى حل غير الكابتن حسام بدري، واحنا مكلمين معاه من الاول تمام، فنجيبه. ده لحد امبارح، لحد الاجتماع اللي كان في اتحاد الكوره امبارح ما كانش تم الاستقرار على اسم المدير الفني، لكن الاتجاهات كانت باينه اللي هو ايه؟ خدها من قصرها وهات الكابتن حسام بدري. وعشان نبقى منطقيين، الكابتن حسام بدري عنده خبرات كبيره، مدرب جيد طبعا، مدير فني جيد، حقق انجازات كبيره مع النادي الاهلي، خبراته اكتسبها بشكل كامل متكامل من النادي الاهلي، سواء كلاعب او كمدرب مساعد او كمدرب عام او كمدير فني للنادي الاهلي. فبالتالي كون خبرات كبيره، نجح في السودان في المريخ السوداني، ونجح في ليبيا حتى لو التجارب دي مش قويه قوي، لكن نجح فيها. التجربه الوحيده اللي ما نجحش فيها هي تجربه المنتخب الاولمبي، فقال لك ايه؟ خلاص احنا نستقر
على الكابتن حسام البدر. طب جهزوا معاهم مش عارف ايه، لا قال له لا بص يعني الكلام اللي كان دايق، بص احنا نعلم دلوقتي عن اسم الكابتن حسام البدر. موضوع التشكيل الجهاز ده كابتن حسام البدر ايه هو اللي شكل، بالتالي تم الاستقرار بشكل نهائي على تعيين الكابتن حسام البدر. لكن هنا في ميزه مهمه قوي ما كانتش موجوده عند مين؟ عند الكابتن ايهاب جلال، اللي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في ان الكابتن ايهاب جلال كان مجبر على بعض الاسماء يحطها معاه في الجهاز وهو رفض الكلام ده. اللي حصل النهارده انك عينت مدير فني فقط، عينت الكابتن حسام البدر. فالميزه عند الكابتن حسام البدر ايه؟ بكل بساطه انه هيختار الانسب من وجهه نظره بدون اي مناقشه من اي حد في اللجنه الخماسيه لاتحاد الكره. ازاي؟ هقول لك ازاي. انت دلوقتي جبت كابتن حسام البدر، فانا المدير الفني، طب تشكيل الجهاز بتاعك يا كابتن حسام؟ فلان فلان فلان. طب يا كابتن حسام نحط، لا هو هيبقى كده. هتقدر تغيرني دلوقتي؟ مش هتقدر تغيرني، خلاص انت اعلنت رسمي ان الكابتن حسام البدري هو مدير فني. وفي الحقيقه هو ده حق مشروع لاي مدير فني يجي ان هو يختار مساعديه، هو اللي عارف مين اللي هيسنده، مين اللي هيدعمه في اختياراته بالنسبه للاعبين، في الشكل الفني اللي هيلعب بيه، بالكلام من ده. ودي كانت نقطه ايجابيه عند الكابتن ايهاب جلال، رغم ان هو كان فرصه بالنسبه له يبقى مدير فني منتخب مصر، لكن كان مش ضامن النجاح في ظل بعض العناصر اللي كان مجبر على اقحامهم في الجهاز. كابتن ايهاب جلال لما عرف خلاص قبل القرار بساعه كده ان حسام بدري هو اللي جاي، قال لك انا يا جماعه بعتذر عن تولي مسؤوليه المنتخب الوطني المصري ومستمر مع النادي المصري البورسعيدي. فبالتالي تم الاستقرار بشكل نهائي زي ما حضراتكم عارفين على الكابتن حسام بدري. دي بعض الكواليس اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. فيما يتعلق بقى بالجهاز المعاون للكابتن حسام بدري، خلينا نقول لحضراتكم الاقرب ايه؟ والاقرب بنسبه تزداد او تعدي ال 90%. هيبقى معاه الكابتن طارق مصطفى، لاعب نادي الزمالك السابق ومدرب الحالي ومسك بعض الانديه سواء بره مصر او داخل مصر يعني، ومدرب كويس ومبشر يعني حاجه كويسه، ده الاقرب. ومعاه الكابتن سيد معوض ايضا من ضمن الاسماء القريبه جدا من التواجد في تشكيل الجهاز الفني الخاص بالكابتن حسام البدري، والكابتن طارق سليمان كمدرب لحراس المرمى في منتخب مصر الوطني. دول الثلاث اسماء اللي اقرب ان هم يكونوا متواجدين حتى الان في الجهاز الفني منتخب مصر. هتقول لي طب مدير المنتخب مين؟ احمد حسن. دي نسبه برضو تعدي ال 90%. وارد ان يحصل بعض التغييرات في هذه الاسماء طبقا في الاخر، هيبقى طبقا لايه؟ لرؤيه الكابتن حسام البدري نفسه. ممكن حد يقترح عليه اسماء هيقتنع، اوكي مش هيقتنع، لا انا هتمسك باللي انا عايزه. هي القصه هتمشي كده. فدول الاسماء القريبه والاقرب بنسبه كبيره ان هم يكونوا متواجدين في الجهاز الفني للكابتن حسام البدري كجهاز فني المنتخب مصر. طيب الاجمالي قصه الموضوع كلها ايه؟ او النتيجه في الاخر ايه؟ ان اخيرا خلاص تم الاعلان. لان الفتره اللي فاتت بصراحه اللي كان بيحصل ده تهريج. كل واحد كان متشبث برايه وكل واحد متمسك، لا انا عندي مشكله شخصيه مع ده، لا مش هيجي. طب ده كويس بس مش عارف عليه ملاحظات ايه. ده اللي كان معطل الموضوع، فكان دمه تقيل بصراحه يعني. المجمل في النهايه ايه؟ ان انت اعلنت عن مدير الفني، وكان لازم تعلن النهارده. ليه بقى؟ اولا انت عندك اجنده دوليه، هتبتدي اول ماتش ليك ودي يوم 7/10 القادم، فلازم قبل ميعاد اول مباراه وديه ب 15 يوم تحدد وترسل خطابات للانديه اللي عندك فيها محترفين مصريين. 15 يوم يعني لحد امتى بالظبط؟ لحد يوم 21 اللي هو بعد بكره، كان اخر يوم ليك تستدعي المحترفين طبقا للوائح وقوانين الفيفا يعني. تمام؟ فكان طبيعي جدا يتم حسم الامر النهارده. بالمناسبه تصنيف مصر 49 زي ما هي، يعني في تصنيف الفيفا ما لعبناش الاجنده الدوليه اللي فاتت، بس ما ينفعش تلعب الاجنده يعني ما ينفعش، ما كنتش تلعب الاجنده الدوليه اللي جايه، كنت هتتاخر بقى في التصنيف، ما كانش فيها نقاش. موضوع التصنيف ده مهم قوي عشان تصفيات كاس العالم، مش الاوليه مثلا، هيبقى التصفيات النهائيه. فالقصه هتبقى كبيره. فاحسن حاجه ان تم الاعلان النهارده عن الكابتن حسام بدري، وكنا نتمنى من الاول انت طالما كنت ناوي تجيب كابتن حسام بدري ما كنتش تاخد الفتره دي كلها. حقك تفكر وتتكلم وتتشاور، لكن في كل الاحوال كنت تنجز. لكن الاهم ان ده حصل، وكلنا داعمين ومساندين للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في منتخب مصر. ليه؟ لان ده منتخب مصر اهم حاجه. نفسنا دايما المنتخب ينجح وننسى الفتره اللي فاتت السيئه جدا تحت قياده اجيري واللي فشل فيها المنتخب في الفوز ببطوله الامم الافريقيه على ارضه، بل بالعكس كمان خرجنا من دور ال 16.
دي قصة المنتخب الوطني المصري.